شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مما خلف أضرارا مادية. واستهدفت الغارات موقعين لكتائب عز الدين القسام في شمال قطاع غزة، ولم تسفر عن إصابات بشرية. قطاع غزة المحاصر أو القطاع الصامد رغم المآسي والمحن، تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تترك مواطنيه يتنفسون فرحة عيد أو نسمات حرية. طيران الاحتلال شن غارات جوية على هذه المواقع بغزة الصمود مساء الاثنين، ما خلف أضرارا مادية ودفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع. الاحتلال الإسرائيلي زعم أن غاراته جاءت ردا على صاروخ أطلق من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل من دون أن يسفر انفجاره عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية بحسب جيش الاحتلال. حركة المقاومة الإسلامية حماس من جانبها وصفت تبرير الاحتلال باللعبة المكشوفة، محذرة إسرائيل من هذا التصعيد ومحملة الاحتلال تبعات تلك التصرفات. هذه اعتداء إسرائيلي جديد على قطاع غزة، يضاف إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات على القطاع، على الضفة، على القدس. حماس تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات وتشديد الحصار واستمراره على قطاع غزة بالشراكة مع السلطة في رام الله لا يخدم حالة الهدوء الموجودة في القطاع. الغارات التي تأكل الأخضر واليابس أثارت فزعا بين سكان المناطق المجاورة، لكنهم أكدوا أنهم تعودوا على مثل هذا الأمر وأنهم صامدون. بصراحة بالنسبة للقصف احنا أصبح صار عندنا يعني تعود، أصبح مناعة يعني لدينا بصراحة في قطاع غزة. الإرهاب الصهيوني احنا عايشينه من زمان، لا يمس لنا بصلة. أصبح احنا تعودنا على الخبط وعلى الرقع، يعني في البداية بنرتعب شوية، لكن الأمر طبيعي بكون عندنا، لأنه احنا المخزون الاستراتيجي عندنا في مخنا في الكمبيوتر الإلهي تعودنا على الضربات هذه، يعني مر علينا 3 حروب يعني. ويبدو أن لدى إسرائيل نية مبيتة لخوض حرب جديدة ضد حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما ذكرته صراحة صحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحمس لخوض هذه الحرب خلال موسم الصيف الحالي، وهو ما سيكشف عنه قادم الأيام. لمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة وردود فعل الشارع الفلسطيني هناك، نتحول إلى زميلتنا ومراسلتنا غالية حمد. إليك غالية. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى. نحن الآن في هذا الشارع في وسط مدينة غزة لنستطلع آراءهم عما حدث بالأمس، وإن كنا بالعين المجردة نستطيع أن نرى الآن أنهم يخرجون للتنزه بأعداد كبيرة في ثالث أيام العيد ويصرون على الحفاظ على الفرحة. سنتحدث الآن مع بعض المرة، هنا أحد الشبان معنا للحديث. يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. وانت بخير. نازل اليوم تتفسح انت واصدقائك، على الرغم من انه امبارح كان في قصف، ما لقيت انه هذا القصف ممكن يتطور لشيء اكثر؟ قلقنا والله، بس خلص اجواء عيد بدنا نمضيها. شو توقعت او كانت مخاوفك انه يصير؟ توقعت انه قلبت حرب وبلشت، كانت اجواء حرب وعلى الفيس وعلى التلفزيون وكل شيء قلنا حرب وبدأ، بس بعديها هيد الوضع. طيب ليش احنا بالعيد بالذات في بعض الناس في غزه بتخاف انه العيد بالذات يتحول لا سمح الله لتطور حرب؟ كل سنه هيك بصير، كل سنه اول مره اصلا هيك يجي علينا عيد. كل سنه اهدى عيد، هذا العيد اهدى عيد. يعني اللي صار امبارح ما بنعد؟ لا عادي، هيك نافه خفيفه، انبساط خفيف. اذا كان نفس الراي موجود عند اصدقائك، اذا كان نفس الكلام عند اصدقائك، هل كان في عندك مخاوف بالامس انه الكلام القصف اللي صار، الصاروخ اللي طلع من غزه والثلاث صواريخ الاسرائيليه كانت ممكن تتطور لتصعيد او ربما حرب؟ والله اللي امبارح اللي سمع صوت الطيران الاسرائيلي اوشك انه في حرب قادمه على قطاع غزه، لكن نحن ما نهاب يعني، وهذا مسلسل اسرائيلي ظالم. في كل عيد إسرائيل لازم تنكد على الشعب الفلسطيني
ولازم تشوف لها اي احد تستهدفه، وهذه اجواء عيد ونحن راح نكمل اجواء العيد وراح نفرح ونحن ما نهاب من اسرائيل، وان شاء الله بنتمنى انه ربنا يحمينا ويحمي جميع المسلمين. مصرين تفرحوا. انا راح اسال زميلك او صديقك الموجود معنا، في كثير اشياء ممكن تمنع الفرحه في غزه، الحصار، انقطاع الكهرباء، هل في فعلا فرحه في العيد؟ هو في فرحه في العيد لانه احنا ولا شيء متعودين على القصف، على قطع الكهرباء، على الحصار، يعني ولا شيء بيأثر فينا من الاشياء هذا اللي بيعملوه، ايش ما يعملوا قصف حصار حنضلنا ايش فرحانين. قطاع غزه لكن الخسائر بتكون في العاده عاليه ماديه وبشريه، كله احنا تركينها على الله، ايش ما نخسر تركينها على الله وبس، يعني فرحانين فرحانين فرحه بتدوم. لكن في اكيد بجانب الفرحه قلق او خوف من تحول الامور او تدحرجها في وقت ما من تصعيد او حرب. هو الخوف على البيوت مش علينا احنا، وين على الارواح كمان. صحيح على الارواح، ما بقول لك الارواح هي الخساره في الارواح، اما في ايش هذا لا. طيب الظروف اللي مرت بغزه الفتره الفائته بالذات في موضوع الوضع الاقتصادي وتقليصات الرواتب، ما منعت الفرحه وخصوصا اللي زاد عليها بالامس بدايات التصعيد اللي كانت صارت بالساعات ساعات المساء؟ هو اول شيء يعني بدايه الصراع تقريبا، يعني اللي صار مش على قد غزه، يعني يمكن تقريبا الصراع تقريبا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط يعني عامه، وتحديدا يعني اللي بيصير في غزه تقريبا بتقدر تقول صراع بلش انه يصير زي صراع طائفي. يعني احنا المقاومه مثلا صارت عندنا المقاومه تشتغل يعني شغل تكتيكي، يعني عندنا المقاومه بدايه صراع طائفي، ما انا جاي في الكلام انه يعني قصه مثلا داعش هي اللي ضربت الصاروخ، داعش هي اللي ضربت الصاروخ، فالمقاومه يعني بالذات يعني كتاب القسام اللي هي يعني وسرايا القدس وباقي الفصائل يعني انه عندها تكتيكات عسكريه، انه احنا مش في وقت حرب، يعني عارفين وقتش بدهم الحرب ووقتش بدهم الحرب ووقتش يعني ما بدهمش اياها. وطبعا احنا الفرحه يعني مش اول مره هذا الاشي يصير، يعني وفي 2014 اجت الحرب طبعا في رمض. ما يتعلق فيك شخصيا بالامس تابعت الاخبار باهتمام، كنت قلق من تحولها لتصعيد كبير؟ والله العظيم يعني من قبل العيد يعني قلق جدا كبدايه، يعني على الهوا اللي بيصير يعني مش بس بغزه، باقي الدول يعني لها يمكن تقريبا شهرين يعني انه زي اللي في بدايه تصعيد، بس لكن اليهود هم اضعف من هيك. متوقعين انه يكون موجود او في هذه الفترة أو الفترة القادمة؟ والله هو في هذه الفترة أنا حسب توقعاتي يعني أنا بقول لا، لأنه اليهود أضعف من هيك، اليهود أضعف 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 من هيك، وإحنا راح نضلنا يعني فرحانين بفرحتنا إحنا، يعني راح نهزم اليهود إن شاء الله. وكل عام وانت كل عام وانت بخير. أشكرك جزيلا، وربما نتحدث مع أيضا نستطيع قبل ذلك أن نرى بأن الحركة في شوارع مدينة غزة حركة اعتيادية في ثالث أيام العيد. هذه المنطقة التي هي في وسط مدينة غزة في حي الرمال يعني تبدو مفعمة بالفرحة، وعلى الرغم من بساطة حتى هذا المكان وقلة المنتزهات الموجودة في قطاع غزة، إلا أن أهالي القطاع باستطاعتهم أن يحافظوا دائما على الفرحة. ربما نتحدث مع هذه السيدة لنعرف منها عن يعني أجواء الأمس كيف كانت. حجة كل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. إن شاء الله دائما الابتسامة هاي مرسومة على وجهك. كيف شايفة عيد غزة؟ والله هنا الحمد لله عايشين الحمد حلو إن شاء الله في شعبه يا رب هيك حلو، وفيكو يا رب حلو هيك، ويا رب هيك يفك حصارنا يا رب، ويجعلنا هيك يا رب هيك ينصرنا على اليهود وعيوانهم يا رب. ما كان عندك يا حجة مبارح قلق أو خوف إنه صار قصف إسرائيلي لبعض المناطق في قطاع غزة؟ ما كان عندك خوف إنه الأمور تتدهور لا سمح الله لتصعيد أو لحرب؟ ما خلى هذا الإشي فرحة العيد يعني تصير باهتة؟ والله بيني وبينك تعودنا على الحاجة هذه، بس هيش بالواحد بخاف من الأطفال، بس أولادنا الصغار هذول هم اللي بيخوف بخاف عليهم، أما إحنا تعودنا على الحاجات زي كده خلاص، حياة وتأقلمنا معها وعشناها. هذا ممكن يتعود على الحروب والموت؟ والله لا هو صعب طبعا، بس عاد إيش بدنا نسوي، هذا حياتنا يا هيك. طيب كل عام وانت بخير يا حجة، أشكرك جزيلا. هينا شرينا لهم ألعاب وبدنا نعيش حياتنا، إيش بدنا نسوي.
حياة كارثة، بس ايش بدنا نسوي؟ حياة مليئة بالدم والدموع، وايش بدنا نسوي؟ بس بدنا نفرح على الصغار. أشكرك جزيلا، إن شاء الله تبقى هذه الابتسامة دائما مرسومة على محياك. نستطيع أن نستمع لهذه السيدة التي ترتسم الابتسامة على وجهها وتقول بأن الحياة كارثية وتبتسم في ذات الوقت. هو إصرار على الفرح في قطاع غزة يحافظ عليه أهالي القطاع على الرغم من كل الظروف القاسية التي يعيشونها، 3 حروب في 10 أعوام، وما زالوا قلقين مما هو قادم، مستقبل مجهول، وعلى الرغم من ذلك التمسك بالفرحة هو عنوان حياتهم وفرحة أعيادهم. إليك زميلي مصطفى. نعم، شكرا زميلتي غالية، وخالص التحية لك ولأهالي غزة. رغم الحصار أهالي غزة مبتسمين وصامدين. شكرا لك غالية ولضيوفك. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل يلتقيكم الزميل مجاهد شرارة، ونذهب إلى تونس الخضراء وأمسية للإنشاد الديني. فابقوا معنا.